امتصاص حرارة الفريق الآخر، وبعدها البحث عن المنافذ والبحث عن أهداف أقول في البطولة الوطنية هذا الموسم. بشير بلومي والانطلاق، اللاعب مطراني على الجهة اليمنى، الحكم لم يقع على الجهة اليسرى، بحثا عن بن شريفة، قراءة مميزة من بشير بلومي، بن شريفة لكن القراءة حاضرة من حميدي، بفرصة بالنسبة لفريق مولودية وهران على التهديف في العديد من المباريات، ولكن من أمامه تحولت إلى بشير بلومي أمام وزو والتأهل بحول الله وقوة فريق شبيبة القبائل. وهرانية الكرة الآن ومحاولة طلب الكرة على الجهة اليمنى من حميدي، محاولة للبدو وصلت إلى بشير بلومي صاحب القدم اليسرى وصاحب الانطلاقات السريعة لمولودية وهران. يحاول بشير بلومي الانطلاق على الجهة اليمنى إلى حميدي، تلك هي كرة القدم وتلك هي سنة الحياة. وصلت الكرة على الجهة اليمنى، أين يوجد اللاعب حميدي؟ وصلت إلى بشير بلومي الآن، واحد على واحد قد يمر بشير والعرضية داخل منطقة الجناحين، طويلة الكرة أمامية وصلت إلى بشير بلومي بالقدم اليمنى، لعبت الكرة بحثا عن بن شريفة والقراءة الدفاعية حاضرة، ونقاش في أول كرة وجه لوجه تقدم نقاش داخل منطقة في ثاني مباراة يلعبها رفقة شبيبة القبائل بعدما أهل بشكل رسمي. هو الذي صرح وقال ترى الكرة عادت واستخلصت تقول واسترجعت لمصلحة مولودية وهران، وانطلاقة في هجمة معاكسة لكن الدفاع يتدخل أول بأول من دفاع مولودية وهران وعكس الهجمة والدفاع لشبيبة القبائل، هنا تأخر خروج حارس المرمى وفرصة كبيرة والثغرات أيضا على مهاجمي شبيبة القبائل. في هذه المباراة بشير بلومي يعود إلى الخلف ويمر بشكل رائع لكن الكرة طالت